يا أسامة يا ضحية العدالة القضية يا أسامة يا مظلوم البين بحق كاليوم 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 23 ديسمبر 2018 هبطت العباد وقالوا فكونا المطورات يقولوا نجيبوا مليون مليون ونص ويجهزوا هذاك الهدف ما عندهمش لا غايه لا بيحطوها في فريال لا بيعطيوها للدولة. نهار 23 ديسمبر 2018 ولدي خرج في جروب موتورات وصاحبه رامي الزغوان ومعناها كملوا روحوا مروحين وين وصلوا في الحنشة وين وصلوا قريب الحنشة من مساكن حتى البرجين قاوة دورية لقاوا لهم التحية وتعدوا لأرواحهم ظهروا لهم الدورية يحطوا أمبا تشعل ويخلطوا عليهم مطار ده 44 كيلومتر لين وصل الحنشة حتى خرجوا هما طريق منزل شاكر لحقوا عليهم فقتلهم ممنوع عليهم إنهم يخلطوا عليهم اللي بالكيفية ذيك مشي منطقة متخصصة مش العوام خلطوا عليهم لين هو يقول له قريب يوصلوا يقول له قريب تلفت لقاه صي وصلوا فروا كان ضربوهم من تالي رامي اللي تلفت قال ضربونا من تالي دزوهم جابوهم في قنطرة هما كانوا يجروا وراهم على اليمين كي طيحوهم في لحظة طيحوهم على اليسار وخليهم ملوحين ولدي توفى وكان ينجم يكون فيه الروح كانوا نجموا ينقذوه والولايد الآخر تضر حالته مرزية كما يقولوا فيها ما لا يخدم لا ماشي سقيها بالكرشيات يديه بالكرشيات راسه تكلموا كلمة ولا اثنين يرجع ليك مش مريقل في راسه وطالبة منه طالبة الحق متاع ولدي باش مثلا حتى نرتاح تعدوا القدام حكاية درجين ربع ساعة ورجعوا لا طلبوا لهم إسعافات لا طلبوا لهم أمن لا حد شيء الأهالي هم اللي سعفوهم هم اللي هبطوا لهم بالسلالم وبالصرارف خاطر قنطرة غارق اللوطة وخرجوهم وجابوا لهم هم الحماية وجابوا لهم للأمبيلانس تحقيق قعد مدة طويلة بعد دهيرة الاتهام تحقيق في قرار ختم البحث مشى يعني توجيه تهمة القتل غير العامد لجميع المتهمين دائرة الاتهام مشات بإقرار قرار ختم البحث مطالبين بالعدالة تاخذ لي حق ولدي تكون مطاردة تكون قتل على وجه الخطأ تصبح قتل عمد وقضية جنائية نحب ولدي قتل عمد وقضية جنائية مش خاطرهم عوان أمن يلزم معناه يفلتوا من القضاء ومن الجزاء احنا اللي يهمنا انهم ياخذوا الجزاء العادل سواء ياخذوا الضحية أسامة العتر الورثة نتاعو وإلا هما كمتهمين ياخذوا الجزاء اللي يلزم يتخذ فيه هذه النوعية من القضايا خاطرش احنا قاعدين نمشيو في مسار الافلات من العقاب وهذا معروف في جميع القضايا اللي تعدات شبابنا قاعدين يموتوا كل يوم من غير وفما ظاهره كبيره اللي هي ظاهره الافلات من العقاب you